إن شاء الله تبارك وتعالى مواصلة للدورة العلمية التي ابتدأها أخونا الشيخ مزمل حفظه الله تعالى فيما يختص بمناقشة الشبهات التي ألصقت بالعقيدة الإسلامية وما أدخله المنحرفون في دين الإسلام. فقد بدأ الشيخ مزمل جزاه الله خيرا سلسلة من الدروس تخصصت في باب مناقشة الشبهات المتعلقة أغلبها بشبهات التوسل، وتناول أيضا شيئا مما يتعلق بالأسماء والصفات وعموما شبهات المتصوفة حول العقيدة. وأنا اقترح كما اقترح الشيخ جزاه الله خير أن أناقش المسائل المتعلقة بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي أثارها مجموعة من المتصوفة في شبهات حول دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه وفي شخصه، وعموما أشياء تتعلق بمسألتين عظيمتين. الأولى شبهات تتعلق بالطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية باعتباره رمزا من رموز الدعوة السلفية ومنهج أهل السنة، وبهذا يتسنى للخصوم وأعداء الدعوة الطعن في المنهج الذي يحمله ابن تيمية. يعني هم يطعن في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويلصق به تهما، تهم تتعلق بعقيدته أو بفهمه للإسلام ونحو ذلك، بغرض هذه التهم الملصقة بغرض ماذا؟ بغرض الطعن في ابن تيمية. وما هو غرضهم من الطعن في ابن تيمية؟ غرضهم الطعن في المنهج الذي يحمله ابن تيمية. الجانب الثاني مما ناقشوه أو أثاروه حول شيخ الإسلام من مسائل وألصقوها به هي مسائل الغرض منها الترويج لمذاهبهم الباطلة، كمذهب المتصوفة أو مذهب التكفيريين وغيرهم من المذاهب المنحرفة. فالجانبين الاثنين ديل كانت الورقة أو البحث اللي كتبناه متعلق بالجانبين الاثنين ديل، إما شبهات المقصد منها والغرض الطعن في ابن تيمية، ثم بعد ذلك الطعن في المنهج وفي حملة المنهج الذي يدين به ابن تيمية وتلاميذه. هذا جانب. جانب الثاني هو جانب ماذا؟ شبهات أثاروها لكي يروجوا بها إلى منهجهم. يعني يقول لك ابن تيمية يقول كذا، ابن تيمية يجيز المولد، ابن تيمية يجيز الشطح، ابن تيمية يرى أن الولي يتصرف في الكون ويخلق مع الله. طيب الغرض من الكلام ده كله شنو؟ انت لاحظ دائما في البحث العلمي من الأشياء المهمة عند طالب العلم تصنيف المسائل، تصنف المسائل. فصنف المسائل الصنف الأول شبهات أرادوا بها الطعن في شيخ الإسلام، ومن ثم الطعن في تلاميذ شيخ الإسلام من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. ده جانب برا. الجانب الآخر مسائل نسبوا لابن تيمية باعتباره علم
باعتباره إمام، باعتباره شيخ لك أنت كإنسان على مذهب أهل السنة. شيخ لك لما نجي يقول لك ابن تيمية يرى جواز المولد، أو ابن تيمية يرى الشطح، أو يثني على الصوفية وغيرها من المسائل، هم الغرض منا أنه عندهم شنو؟ روجوا بالي نفسهم بالنسبة هذه المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ملخص ما في الكتاب. وأنا عموما بالنسبة لظرف عندي شوية مضغوط الأيام دي في ناحية الوقت، الجزء إن شاء الله من شرح الكتاب ده حيمسكه شيخ شهاب، لكن أنا داير في جلسة أو مجلسين أو بالكثير ثلاثة إن شاء الله أتناول كتابا آخر، كتاب آخر. هذا الكتاب يتعلق في عمومه بمسألتين اثنتين، وهو الكتاب عبارة عن مؤلف للعلامة محمد الأمين الشنقيطي. ومحمد الأمين الشنقيطي الأب ليس الإبن، لأنه في آخر يسمى محمد المختار الشنقيطي، هذا الولد. وأما الوالد محمد الأمين الجنكي الشنقيطي صاحب الكتاب العظيم ألا وهو أضواء البيان. هذا الكتاب اللي احنا حندرسه ان شاء الله تعالى هو ملحق بكتاب أضواء البيان، ملحق مطبوع كمجلد خاص، هو ده مجلد منفصل في آخر أضواء البيان. يعني إذا وجدت تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن أو في إيضاح القرآن بالقرآن بتلقاه ملحق في آخر الكتاب، ومطبوع كذلك كمجلد كتاب منفصل تلقاه في السوق الكتاب. حنا نشوف العنوان بتاعه. طيب، كتاب أضواء البيان من أعظم المؤلفات في التفسير، وتخصص هذا الكتاب في تفسير القرآن بالقرآن. ومنهج الشيخ رحمه الله تعالى في هذا التفسير أن يتناول بعض الآيات، ما كلها، بعض الآيات من القرآن بالشرح والتفصيل والإيضاح وذكر الفوائد والاستطراد في آية معينة، بحيث أنه يتناول أشباهها من الآيات في القرآن. مثلا يتكلم عن مسائل الصفات في آية واحدة، مثلا من سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لاحظ هذه الجزئية من الآية، ثم استوى على العرش، يتناول بالشرح ويورد الآيات في بقية القرآن ويذكر المسائل ويفصل ويشرح ويبين. لكن لما يمر على آية ثانية من الآيات، آيات الصفات، يحيلك طوالي على سورة آل عمران أو على سورة الأعراف، يحيلك. عشان كده بتلقى تفسير الإمام الشنقيطي أضواء البيان، هذا التفسير عبارة عن مباحث، عبارة عن بحوث. هذا التفسير وهو من أقيم الكتب في التفسير. و هذا التفسير من التفاسير السلفية النقية، لأنه عندك كمراجع التفسير من حيث الناحية التاريخية أول الكتب وأول المراجع التي تذكر في هذا الباب كتاب الإمام الطبري ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310، كتاب
كتاب الطبري رحمه الله تعالى هذا من أول كتب التفسير ومن أوسعها، وتخصص هذا الكتاب في التفسير بالمأثور، يعني التفسير بآثار السلف من الأحاديث ثم أقوال الصحابة ومن بعدهم من المفسرين من التابعين من أئمة التفسير. طيب، أيضا من الكتب من حيث الناحية التاريخية كتاب البغوي، كتاب البغوي، وهذا التفسير مع إنه من التفاسير السلفية النقية تخصص أيضا أو تعلق أكثر بجانب العقيدة، تعلق بجانب العقيدة أكثر. عشان كده لما تقرأ في تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى بتجد التركيز واضح في مسائل العقيدة، وبتجد الكلمات القليلة، الكلمات القليلة الحاسمة للنزاع في كثير من المسائل. ثم بعد ذلك تفسير ابن كثير، وهو تفسير مال أكثر إلى جانب السنة والآثار، وتأثر بابن جرير الطبري، ولذلك قال بعض أهل العلم تفسير الإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى هو مظلة الأحاديث. مظلة يعني شنو؟ يعني من ضل عنه حديث يعني راح منك. ابحث في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ومن القواعد اللي ذكر بعض المشايخ، انت اذا بتفتش عن حديث معين، وهذه فائدة جميلة ولو تتبعتها تجد ان شاء الله تعالى سليمة، ضل منك حديث معين بتبحث عنه، انظر الى آية تحمل معنى الحديث ثم ابحث في تفسير ابن كثير تلقى الحديث بتاعك. مثلا تداير حديث يتكلم عن فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تشوف الآية اللي بتتعلق بالموضوع ده شنو؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمشي تبحث في تفسير ابن كثير. لذلك العلماء قالوا كما أن تفسير ابن كثير مظلة للأحاديث، كذلك كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي مظلة الآثار، آثار السلف فيما يتعلق بالعقيدة بالأخلاق بالمنهج. شوف حديث من أحاديث الأربعين النووية فيه المعنى اللي انت دايره، وامشي فتش في الغالب تلقى ابن رجب الحنبلي أورد هذا الأثر أو الشيء اللي انت بتنشده. طيب، نحن استطردنا في مسألة التفاسير، منها من التفاسير أيضا التفاسير النقية السلفية من المعاصرين تفسير الإمام السعدي عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا التفسير قال عنه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ينبغي لطالب العلم أن يحفظ كتاب السعدي لما فيه من الاختصار الشديد غير المخل في الأحكام والفوائد والشرح المبسط، وهو من أنقى كتب التفسير. تمام؟ أيضا يا أخواننا من الكتب القيمة في هذا الباب تفسير الإمام الشوكاني. لاحظ، لكن قال الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى
قال وتفسير الشوكاني ليس بالنقاء المطلوب، ما زي السعدي ولا زي ابن كثير ولا زي البغوي، ليس هو بالنقاء المطلوب. قال صفت عقيدته يعني الشوكاني رحمه الله تعالى وتخلصت من كثير من الشوائب، لكن ليست بالنقاء المطلوب. لذلك الإنسان يستفيد من كتاب الشوكاني اللي هو فتح القدير في التفسير مع الحذر، يستفيد مع الحذر في بعض المسائل التي تتعلق بشيء من التشيع، فيه بعض الأشياء ولكن ليست بالشديدة التي تخل بكتبه وبعقيدته رحمه الله تعالى. وكذلك يستفاد من تفسير القرطبي لكن مع الحذر، لأن القرطبي عنده مسائل في الصفات في إشكال، يستفاد منه مع الحذر كما قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى. وسئل أيضا الشيخ الغديان رحمه الله، عبد الله الغديان، سئل عن الكتب فأشار إلى هذا، أشار إلى أنه تفسير البغوي أو تفسير القرطبي يستفاد منه لكن ليس هو بالنقاء المطلوب. عموما كتاب الشنقيطي أضواء البيان كتاب قيم جدا، وفيه مباحث لو أنت تتبعتها تجد فيها فوائد عظيمة، خاصة المباحث التي تتعلق بالعقيدة. لما تقرأ تلقى مبحث مثلا في صورة الكهف يتعلق بتفسير الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ناقش المسألة نقاشا قويا. مباحث في الصفات، ومن أميز العلماء الذين كتبوا في الصفات الإمام الشنقيطي، كتب فيها أورد الأدلة، جمعي لطيف وطيب. عموما دي لمحة يا إخواننا عن كتاب أضواء البيان، وقلنا كتابنا اللي احنا حندرسه عبارة عن ملحق لكتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. والكتب دي ما يعرف قيمتها إلا أهل العلم، عشان كده لما تسأل عن مثل هذه الكتب تسأل العلماء، يعرفوا قيمة الكتب ويعرفوا قيمة أهل العلم. أتذكر يوم كنت مع الشيخ محمد هادي حفظه الله تعالى، ففي المجلس ذكر الشنقيطي، الشنقيطي الابن الولد اللي هو سروري، والشنقيطي الأب رحمه الله تعالى، فترحم على الشيخ الشنقيطي زمنا طويلا، نحن منتظرين منه الإجابة، هو يترحم ويستغفر له ويدعو له ويثني عليه ثناء عجيبا. ثم بعد ذلك ذكر ولده فقال سبحان الله، قال سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. رجل قام كالشنقيطي رحمه الله تعالى يلد ولد سروري يتبع لأفكار خربة، أفكار مضلة، أفكار منحرفة، أساءت إلى الإسلام ما أساءت، أساءت إلى الدعوة السلفية ما أساءت، شوهت من صورة منهج أهل السنة ما شوهت. فسبحان الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. عموما واحد قبل فترة من اللي اغتر بهم بعض الذين لا يعقلون وظن فيهم الخير بعض الشباب الذين لهم أشياء في نفوسهم
حجبت عنهم نور الهداية وجعلتهم يتخبطوا. واحد من الشباب علق على كتاب أو مؤلفات الشنقيطي عموما ومؤلفات الإمام السعدي، فقال السعدي والشنقيطي عندهم شوية كلام في العقيدة. دار يبرر لنفسه إنه ما يتكلم في العقيدة وما يناقش مسائل العقيدة، واللي أخطأوا وضلوا فيها ما يناقشهم ويرد عليهم. دار يعتذر لنفسه بشنو؟ بأنه الإمام الشنقيطي والإمام السعدي قال عندهم شنو؟ شوية كلام في العقيدة. واتجرى على الكلمة دي، وهذه كلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة أقل منها لو مزجت بماء البحر لمزجته. هو لو كان عنده علم ولو قرا شيء من كتب الشنقيطي أو من كتب الإمام السعدي لعرف قدر نفسه ولعرف قدر من يتكلم عنهم. والله لو قرأ مبحث واحد من مباحث العقيدة التي دونها الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتبه كأضواء البيان لعرف قدر نفسه. شنقيطي عالم مجتهد، وكما قال عنه بعض أهل العلم الإمام الشنقيطي بحر لا ساحل له. إذا تكلم في التفسير والتأويل وفهم نصوص القرآن والسنة فهو بحر لا ساحل له. عموما هذا الكتاب اللي احنا إن شاء الله نمر عليه مرور سريع، كتاب مكون من جزئين هو في مجلد واحد، مكون من جزئين. الجزء الأول دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. والجزء الثاني اسمه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. هم كتابين باعتباري، لكن لطيفات صغار كده لتن بقع في مجلد واحد. هذان الكتابان من أعظم ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم، لا سيما ونحن في زمن كثر فيه أعداء الإسلام. أنا لا أقول أعداء السلفية كدائرة خاصة، إنما أقول أعداء الإسلام، لأن من يعادي السلفية هو في الحقيقة يعادي الإسلام، لأن السلفية ماها فرقة ولا طائفة ولا حزب، ولا هي مجموعة من الناس ألفوا أفكار وأنشأوا قواعد من عندهم عشان يتعبدوا بها. السلفية هي المنهج النقي الصافي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا باتباعه، وتربى عليه الصحابة وعلموه لمن بعدهم من التابعين وأئمة الإسلام. هذه السلفية. طيب الكتابين نحن الليلة لعله كثير من الناس ما حضر نسبة للمطر والأجواء اللي انتم شايفينها، فأنا اليوم داير أكتفي بفكرة عن الكتاب الأول. ديك فكرة عنه محتوى الكتاب شو، واللي حندرس إن شاء الله تعالى من بكرة الكتاب الثاني الذي يتعلق بالمجاز. تمام؟ أما الليلة نأخذ فقط فكرة عن الكتاب الأول، ألا وهو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. هذا الكتاب
جمعه السنجيطي رحمه الله تعالى من أول القرآن إلى آخره، يعني بدأ من سورة البقرة إلى آخر القرآن، فذكر كل آيتين أو أكثر توهم بعض الناس أن فيهما نوع تعارض. أي آيتين يتوهم الناس؟ ولاحظ العنوان، قال دفع إيهام الاضطراب. طيب يا أخوانا، لو سألت سؤال ليه المؤلف قال دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب؟ ليه ما قال دفع الاضطراب عن آيات الكتاب؟ أيوة جميل، لأنه أصلا ما في شنو، ما في اضطراب ولا في تناقض، لكن هذا التناقض هو متوهم، متوهم. لذلك قال دفع إيهام الاضطراب، يعني هذا الكتاب يفيد لمن توهم أن في آيتين من آيات القرآن اضطراب، أي تناقض، تعارض في الفهم. عشان كده يا أخواننا، أنت من الأول بيجيك تشوق لقراءة الكتاب ده، لأنه أحياناً أنت بتكون بتستمع في القرآن أو بتقرأ، أو بتقرأ في التفسير أو في كتاب من الكتب، تمر عليك آية فتتذكر آية أخرى، تظن إنه الآية دي ممكن تعارض الآية الثانية دي. مثلا تلقى الآية في سورة القصص قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنت بتقرأ، بعد شوية تجي في آخر سورة الشورى ربنا قال وإنك لتهدي، كلام مؤكد كمان، إن أداة توكيد، إنك لا، اللام المذحلقة مكان المبتدأ، ذحلقت إلى الخبر لتفيد أو لتفيد توكيد المعنى، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. يعني الإنسان اللي ما تأمل القرآن وما فهم المراد يقول لك طيب كيف ربنا يقول هناك إنك لا تهدي وهنا يقول إنك لا تهدي؟ هذا مما يوهم الاضطراب. عشان كده الإمام الشنقيطي هنا أي آيتين، والآية دي وإن كان المعنى واضح، هنا معنى واضح للزول المبتدئ في طلب العلم، لكن بتلقى آيات تانية حقيقة أنت بتحتار، مش لأنه في اضطراب حقيقي، لكن لقصر علمنا وضعف فهمنا، عشان كده نحتاج لمثل هذه الكتب. طيب لو سألنا كيف يمكن الجمع بين الآيتين السابقتين؟ نعم، نعم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أي هداية البيان والإرشاد. أيوة، الهداية اللي في آية القصص إنك لا تهدي، لا تهدي أي هداية التوفيق، يعني أنت ما حتدخل الإيمان لزول في قلبه، ما بتقدر تقدر تدخل الإيمان لزول في قلبه، تمام؟ أما آية الشورى وإنك لتهدي، هنا هداية التعليم الإرشاد، لما ترجع لسياق الآيات بتلقى المعنى ده صحيح، إنك لا تهدي من أحببت. الآية دي نزلت في من؟ في عم أبو طالب، هو علم ولا ما علم؟
دعوا للتوحيد ولا ما دعوا؟ دعوا وعلموا وترجاه وطلب منه طلب برفق وبأسلوب طيب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبا شكد ربنا نزل الآية إنك لا تهدي من أحبك، لكن لما ترجع لآية الشورى تلقى تتكلم عن سياق ثاني: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك يعني قرآن روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي. إذن الهداية هنا شنو؟ توضيح، هداية بيان، نزلنا لك القرآن أهدي بيو علم بيو هكذا. طيب الكتاب يا أخواننا يقوم في أصله على معنى حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف أنه أحيانا الإنسان يتوهم الاضطراب. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تلا على الصحابة آية ففهم الصحابة شيئا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بين آية أخرى وهذه الآية ففهم الصحابة المعنى الحقيقي من الآية. ما هو الحديث وما هي الآية الأولى وما هي الآية الثانية؟ آية إبراهيم تمام. الآية الأولى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم شنو؟ الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموا منا شنو؟ من يأتوا جزئية في الآية ذاته، هو كلها ولا في جزئية معينة؟ كلمة الظلم: لم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة فهموا منا شنو؟ ظلم النفس. ها تاني: الشرك بالله. ها تاني: مطلق الظلم. فهموا منها مطلق الظلم. إذن الآية وضعت شرط يا أخواننا: الذين آمنوا، وبعد ما آمنوا ما وقعوا في ظلم. الصحابة فهموا مطلق الظلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم شنو؟ أيوة، ليس الظلم الذي تذهبون إليه. إذن يا أخوانا نفهم من هنا أن الظلم أنواع، صح؟ الظلم ما واحد، يعني ظلمك لنفسك ما زي ظلمك لغيرك، والغير ذاته يختلف، الغير يختلف. فظلمك للكافر ما زي ظلمك للمسلم، صح ولا ما صح؟ لأنه المسلم عنده عليك حقين: حق العام إنه الظلم حرام، ده حق عام، وحق آخر حق الإسلام. ظلمك للمسلم العادي ما زي ظلمك لجارك، صح ولا ما صح؟ لأنه جارك عنده عليك حق الإسلام وحق شنو؟ الجيرة. وظلمك لجارك ما زي ظلمك لأبوك، صح؟ أبوك عنده عليك حقوق، حقوق كثيرة. وظلمك لأبوك ما زي ظلمك للنبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا ما صح؟ أعظم. وظلمك للنبي صلى الله عليه وسلم ما زي شنو؟ إنه الإنسان يظلم ربه، وإن كان الإنسان ما يقدر يوصل الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هو في النهاية يعود على نفسه، هو ظلم له هو ذاته. طيب إذن يا أخواننا الصحابة فهموا شنو؟ مطلق الظلم أو الظلم المطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم شنو؟ جمع بين هذا النص
بين الآية وبين آية أخرى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن هنا يا أخوانا نخرج بفوائد. الفائدة الأولى، كلام الله تعالى يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. ومن هنا أخذ أهل السنة والجماعة جمع النصوص إلى بعضها، ودي قاعدة يا إخواننا من القواعد المهمة جدا في العلم، قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة، يجمعون النصوص بعضها إلى بعض. ومن صفات أهل البدع أنهم يأخذون بنص واحد ويتركون بقية النصوص. أديك مثال، الترابي مثلا لما تكلم عن قضية نزول المسيح، تمام، تكلم عن قضية نزول المسيح وأنكر نزول المسيح، وهي عقيدة من العقائد، أنكرها بناء على شنو؟ على تفسير لآية. طبعا لا شك أنه فيما غلط، آية واحدة، إني متوفيك ورافعك إلي. قال متوفيك، فيما هو طوالي فسر براو، متوفيك معناها مميتك، ورافعك إلي، قال عيسى مات. طيب يا أخوان لاحظ، دي طريقة أهل البدع في الاستدلال، يأخذوا نص واحد ويتركوا بقية النصوص. نصوص كثيرة يا أخوان تكلمت عن قضية المسيح عليه السلام، نصوص كثيرة، ربنا سبحانه وتعالى قال وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، علم وعلم قراءتين، قراءتين ثابتتين، إنه لعلم للساعة وإنه لعلم. العلم يعني شنو؟ يقول لك علم السودان، يعني شنو؟ علامة على السودان، علم. وإنه لعلم للساعة يعني علامة تدل على قيام الساعة. نصوص كثيرة، حتى الوفاء، الترابي أخذ معنى الوفاء من نصوص وترك معنى الوفاء في نصوص أخرى. هل الوفاء في كل نصوص القرآن والسنة واللغة العربية لا تفيد إلا معنى واحدا؟ الموت؟ ها؟ ما بتفيد إلا الموت بس؟ إني متوفيك ورافعك إلي. طيب ربنا ما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام. إذا في النوم ده شنو؟ وفاء. عشان كده القاعدة السلفية المهمة ألا وهي جمع النصوص بعضها إلى بعض. من الفوائد المهمة جدا في هذا الأثر أن التفسير لا يعتمد فيه على اللغة العربية فقط. انتبه، مع أن اللغة العربية مهمة في شنو يا أخواننا؟ مهمة في التفسير وفهم القرآن وفهم نصوص الكتاب والسنة، لكن لا يكتفى باللغة العربية. يلا واحد يوضح لنا يا أخواننا الفهم، الفائدة دي وضح علينا من النص. الآية الأولى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، اقرأ قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وين الفائدة؟ إنه لا يكتفى فقط باللغة العربية في فهم النصوص. أيها محمد، تمام جدا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من حيث اللغة العربية الظلم هنا عام ولا ما عام؟ هذا ظلم عام، ظلم عام، تمام. إذا كان
اللغة العربية وحدها تكفي؟ ها؟ الإنسان كان ممكن يسيء فهم الآية دي لأنه ظلم، خلاص يقول لك ظلم عام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه الآية بتلك الآية، مما يدل على أن المعاني الشرعية لها مدلولات اصطلاحية، ومتى ما وجد المدلول الاصطلاحي فهو المقصود. انتبه، إذا ما عرفت المدلول الاصطلاحي بعد ذاك تنزل إلى المدلول اللغوي، لكن المدلول الاصطلاحي هو المقصود. طيب يا أخوانا، إذا خلاصة الأثر اللي نقلناه فيه دفع إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب، إنه هذه الآية توضح هذه الآية. وفي كتب تخصصت في باب شنو؟ الأحاديث. زي شنو يا أخوانا؟ عندنا الكتاب ده متخصص في الآيات، الكتب اللي تخصصت في باب الأحاديث نفس المفهوم ده لكن في الأحاديث. كتب زي شنو؟ آية محمد، لابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدنيوري رحمه الله تعالى. ابن قتيبة ده من علماء السنة، ولا لا؟ ابن قتيبة من القرون الثلاثة المفضلة، متوفى تقريبا سنة 228 تقريبا. هذا الكتاب من أقيم الكتب، اسمه تأويل مختلف الحديث. ومن اللطائف المذكورة في ترجمة ابن قتيبة رحمه الله تعالى ما قاله الذهبي لما ذكر أن ابن قتيبة مجسم. مجسم يعني شنو؟ تقول لك الجماعة العبطة ذيل مجسم، بس الواحد فيهم ما فاهم حاجة ساي. مجسم، أنت مجسم. مجسم يعني يشبه المولى سبحانه وتعالى أو يصف المولى بما يشابه المخلوق أو يماثل. فذكر الذهبي من اللطائف، قال: قيل إن ابن قتيبة مجسم، قال: ولم تثبت عنه، قال: ولو ثبتت عنه فسحقا له، فإن الدين لا مجاملة فيه. بلا، شوف الكلمة دي جميلة كيف، كلام ده في ابن قتيبة إمام من أئمة أهل القرون المفضلة. الذهبي جمع به بما يقارب 400 سنة، ابن قتيبة قبالة ب 400 سنة. ومن أجل العلماء أول شيء دافع عنه قال: لم تثبت عنه، ولو ثبتت عنه قال فسحقا له، فإن الدين لا مجاملة فيه، أو كلمة نحو كلمة مجاملة دي قال غايته. كويس، هسه والله الليله كنت تقول لهم الزول لا قال كذا وسحقا له، وزول يكون ولا عالم زي ما قال الشيخ الفوزان: لا هو في العير ولا في النفير. تقول لهم اكان قال الكلمه دي سحقا له وكن قالها، لكن تقول لهم سحقا له والله تبقى في التحل لك انت ده، يفتح فيك بلاغ وبرنامج. والغريبة يفتح فيك بلاغ زول مشرك، مشرك يشكيك، مشرك بالله، وهو ما شكي فيما يفعله بعقيدة المسلمين، ما في زول شكاو، مشرك راسه عديل، لكن بعد ده يشكيك. انقلبت الموازين، فصار
من يفترض أن يشكى شاكيا فإلى الله المشتكى. يشتكي عنده نفس كمان يشتكي، ها العياذ بالله. وهو مدان، مش هو مدان مش متهم، هو مدان، لأن المتهم ده لسه ما ثبتت عليه وثابت عليه مدان. على أي حال إلى الله المشتكى. وقفنا وين نحن؟ ابن قتيبة، مش كتاب ابن قتيبة، أيضا كتاب آخر من الكتب القيمة في هذا الباب، وإن كان ما موجود في أغلب المكتبات، نسخة نادرة منه، كتاب مشكل الآثار، اسمه شنو بدايته يا شيخ مزمل؟ شرح مشكل الآثار، كتاب كبير أظن من 15 مجلد أو نحوه في بعض الطبعات أو تزيد في طبعات أخرى، شرح مشكل الآثار. والكتاب ده فيه زيادة على ما عند ابن قتيبة، وإن كان الطحاوي هو في نفس الزمن في نفس عصر ابن قتيبة. الطحاوي في سنة كم؟ متوفى كم؟ 321. المهم الطحاوي في القرون المفضلة 321 أو 323، ومولود أظن 323 في الحدود دي. إذن يا أخواننا الكتاب ده نحن قد نقدر نقراه، كتاب دفع إيهام الاضطراب، وقد ما يتوفر لنا الوقت في قرايته الآن وشرحه، لكن عموما أنت أبحث عنه ولو تصور تصوير وكن عندك، وهو سهل ممكن تقرأ براك. يعني بجيب الآية، والآية اللي بيتوهم الاضطراب أو التعارض وبيجمع بينات وبيوضح المعنى، ممكن تقرأ براك. عموما نحن حتى لو اشتغلناه إن شاء الله حناخذ عنه شنو؟ ملامع عامة، نماذج من الآيات نشرحها نوضحها، وبنركز على المسائل اللي فيها إشكال اللي بيعملوها الآن المجرمين وأعداء الإسلام. آخر فائدة أقف عندها هي أن من أساليب الطاعنين في السنة، من أساليب الطاعنين في السنة إحداث أو إيهام التعارض بين بعض نصوص السنة أو بين نص من نصوص السنة ونص من القرآن. نعيد الكلام ثاني، من أساليب الطاعنين في السنة إحداث أو إيهام الاضطراب بين بعض نصوص السنة أو بين نص من نصوص السنة ونص من القرآن. انت ركز معايا المثل ده عشان تقع لك كويس. مثال، لما يجي زول دار يطعن ليك في صحيح البخاري، وانتبه هؤلاء الحاقدون الناقمون على الإسلام يركزون على أصح الكتب وأنقاها. لاحظ ما في واحد بيجي بيطعن لك في سنن أبي داود، مع أنه كتاب دون البخاري، ولا في موطأ مالك، ولا في مسند الشافعي، ولا مسند الطيالسي، ولا معاجم الطبراني، ولا مستدرك الحاكم، إنما يطعنوا في شنو؟ في البخاري، لأنه لو سلمنا معه أن البخاري ضعيف انهدم الباقي كله. أنت ما تتخيل أنه يا خلاص البخاري ده ما نقنع منه، إحنا كم 6563 حديث نقنع منه نشوف غيره. إذا وقع البخاري وقعت الكتب كلها. انتبه، عشان كده يركزون على الطعن في صحيح البخاري، فيقول لك في صحيح البخاري حديث
سالم مولى أبي حذيفة حديث إرضاع الكبير، إنه أرضعته سهلة ولعلها سهيلة زوجة أبي حذيفة رضي الله عنه، وكان مولى عندها أرضعته كبير. طوال يجيب لك الحديث ذا ويجيب لك الآية هناك، والوالدات يرضعن أولادهن كم؟ حولين كاملين. الرضاعة التي تحرم هي الرضاعة دون الحولين، تحس سنتين يقوم يقول لك شايف الحديث ذا بعارض شنو؟ بعارض القرآن. لسه مسألتنا ما وضحت، مسألتنا ما وضحت لسه. يبقى يا اخواننا احتجاجنا عليهم، نقول لهم ما زعمتم ان فيه تعارض بين بعض الاحاديث او بين بعض الاحاديث وايات من القران هو عباره عن توهم، ده توهم. كما ان من الناس من توهم ان بعض الايات فيها نوع تعارض، نقول لهم اذا كان توهم التعارض يدل على انه الحديث ضعيف، اذا توهم التعارض يلزمكم انتو انكم تقولوا في ايه ما من القران. هم طعنوا في الحديث بشنو؟ بانه يقول لك ده هما في تعارض. نحن بنفس النظام ده نجيب لهم آيتين فين إيهام تعارض، نقول لهم زي ما قلت هناك إنه توهم التعارض ده اللي أنتم بتسموه تعارض عندكم بيدل على إنه في واحد من الحديثين ده ضعيف وباطل، نفس القاعدة بتاعتكم دي تعالوا طبقوها في القرآن. هل بيقدر يقول القرآن فيه آية متعارضة وفي آية دي ما من القرآن طلعوها؟ ما بيقدر يقولوا، حيجي يقول مخرجهم شنو؟ أنا داير أوصلك بسلسلة النقاش ده، المخرج بتاعهم شنو؟ يجي يقنعك بأنه شنو؟ ما في تعارض بين الآيتين صح؟ يقول لك لا لا يا مولانا يا أخي أنت فهمت غلط يا أخي، ما في تعارض بين دي وبين دي. طيب يعني في فهم صحيح ليه؟ هوريني ليه شنو؟ يديك الفهم الصحيح، قول له بس نفس النظام اللي احنا بنشتغل به مع السنه. ما في تعارض. اذا يبقى عندنا يا اخواننا ما دام وجد في اذهان البشر، متى او ما دام ما وجد في اذهان البشر وفي قلوبهم توهم تعارض بين نصوص القرآن، نقول كذلك يوجد عندهم توهم تعارض بين نصوص السنة. ويبقى عندنا القاعدة بعد ذلك بنشتغل بها شنو احنا؟ انه اي نصين نجمع بيناتهم. ولو كان في تعارض صحيح، لو في تعارض صحيح مثلا بين نصوص السنة بعد ذلك الا يكون واحد من النصين شنو؟ ضعيف. إلا واحد منهم ضعيف أو أحدهما ناسخ للآخر، والنسخ هذا طبعا موضوع ما تخيله سهلة سايد يقول لك لا لا دي منسوخة، فواحدين بيجيبوا لك أخبار يقول لك لا لا منسوخة دي، يا زول في خبر بينسخ خبر ينسخ؟ النسخ هذا في الأحكام ما في الأخبار، ما في نسخ في شنو؟ في الأخبار. يعني ربنا كذب زمان وهو صادق ولا كيف؟ ما ده خبر، خلاص الخبر لا يحتمل إلا الصدق والكذب في ذاته. أما النسخ يكون في الأحكام تمام، والنسخ موجود، يعني ما يقدر يجي يقول لك ما في نسخ وكده، فلسفة بتاعتهم ساي، لأنه هم ظنوا شنو؟ ظنوا إنه النسخ ده زي عندنا إحنا، تكون داير لك مرة بعد شوية تخليها غيرت رأي صح؟ ما انت ممكن تغير رايك الا لو عندك مزاج في شيء معين، بكره مزاجك يتغير غيرت رايك.
هم بتخيلوا انه النسخ ده تغيير راي يعني عند الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، بتخيلوا انه كده. عشان كده يجي يقول لك يا اخي ما ممكن تقول لي ناسخ ومنسوخ، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يغير ما يريد، او زي ما هم بيقولوا يقول لك ما بغير رايه. ده كله كلام فارغ، لان النسخ له علل وله حكم يعلمها الله تبارك وتعالى، وتبينت لنا منها حكم، يعني منها التخفيف على الناس لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل حكم وبعد ذاك ينزل حكم آخر في تخفيف، كما قال تعالى في سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، الله مع الصابرين. لكن في الأول كان الحكم شنو؟ الحكم الأخير إنه لو في جيش يتلاقى مع جيش بتاع كفار، المسلمين 100 والكفار 200، الفرار حرام. 100 ل 200 هنا ما بتولي الأدبار، الفرار حرام. لكن في الأول كان كم؟ 20 صابرون يغلبوا 200. 20 ل 200 يعني نسبة لك كم لكم؟ ناس الرياضيات، نسبة كم لكم دي؟ ها؟ 1 ل 10 مش؟ 1 ل 10 مطفر. لكن بعد ذاك ربنا قال الآن خفف الله عنكم. عموما دي اخواننا مقدمة، وإن كان أنا استطردتها في مسائل كثيرة وتونست فيها. أيوة، الإيهام في الآية والحديث بتاعت حديث الرضاع خلاصته، ولا تبحث في المسألة كثير. أنت أم المؤمنين عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مسألة إرضاع الكبير خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، خاصة به النبي عليه الصلاة والسلام، خصه بهذا الحكم، وليس الحكم عاما للأمة. يعني ما يجي واحد تاني كبير يقول برضو أنا رضعوني عشان ده أبقى ولد ليها وأبقى محرم ليها، تمام؟ فالحكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وعن سالم، وسالم كان مولا له وليس له أهل. انتبهوا لخصوصية الحكم ذاته، كان مولى لأبي حذيفة معه في البيت وليس له أهل، ولما كبر وبلغ الحلم ونبت له الشعر، شعرت زوجة أبي حذيفة الغضب في وجه أبي حذيفة من دخول سالم لما يدخل عليهم وهو بلغ، ويدخل عليها وهي باعتبارها مربية له، ربته في بيته وكان صغير نشأ معاه. بعد ذاك لما بلغ السن الحلم فرأت شنو؟ رأت الغضب في وجه أبي حذيفة، ما رضي يعني أنه سالم يدخل، مع أنه كان يحب سالما، كان يحب جدا، وسالم من خير الناس، حتى قال عمر رضي الله عنه، مع أنه سالم كان مولا من الموالي، لما جاء عند الوفاء وانتدب أهل الشورى الستة قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لجعلت الأمر إليه خلافة المسلمين. هذا من عظم ما بلغ هذا الرجل الصحابي الجليل سالم مولى أبي حذيفة من المكانة والدين والتقى، حتى درجة أنه يوليه الأمر من بعده مع وجود عثمان وعلي وطلحة والزبير، قال يولي سالم مولى أبي حذيفة. طيب، فلما رأى ذلك ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه أرضعيه. فقيل في مسألة ثانية فقهية ناقشها العلماء، اللي هي ما محرم له ولا يجوز له النظر لها، كيف يرضع منها؟ فقال بعضهم: جعلت له اللبن في إناء فشرب منه. المهم رضع مباشرة أو أرضعته عن طريق تحليب له اللبن، على أي حال
خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الميزة والأمر. ربنا خص به، لو راجعت شرح النووي لهذا الحديث بتلقاه ذكر ما قالته أمهات المؤمنين بأن هذا كان خاصا بسالم مولى أبي حذيفة. والخصوص يا أخواننا لا تعارض به الأحكام، يعني ما ممكن أخذ لي حكم خاص وأعارض به النصوص. مثال: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. أبو طالب كافر ولا ما كافر؟ نفعته الشفاعة أو لم تنفعه؟ ما بصورة كاملة، لكن نفعته شيئا ما، كما جاء في البخاري من حديث العباس قال: يا رسول الله ما قدمت لعمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال: شفعت له أو دعوت له فأخرج من النار إلى ضحضاح منها، يعني خرج من جوا النار إلى ضحضاح. نفعته في تخفيف العذاب فقط، ما خرج من العذاب، لا، الكافر ما يخرج من العذاب، لكن نفعته في تخفيف شنو؟ العذاب. خفف عنه العذاب إلى ضحضاح منها، قال: توضع له جمرة في أخمص قدمه فيغلي منها دماغه، خفف له العذاب. طيب يا أخوان، هذه شفاعة لكافر ولا ما شفاعة لكافر؟ شفاعة ولكافر. هل بعد ممكن إحنا نقول الشفاعة للكافر مطلقا؟ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكفار تانين وممكن غيره يشفعوا؟ ربنا قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هل في تعارض بين حديث أبي طالب وبين الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ما في تعارض. ليه؟ لأن الحكم هناك شنو؟ ممتاز جدا، حكم خاص هناك، تمام؟ كذلك يقال في مسألة شنو؟ سالم مولى أبي حذيفة، الحكم خاص هناك، إذن ما يعارض ما جاء في القرآن من قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يبقى ده الفهم كده. ما فهمت المكتوب في ما فهمت المكتوب في الورقة. أي نعم، الكلام شنو؟ حديث الأعمى. هو حديث الأعمى ممكن تقول خاص كتعبير، ممكن تقول خاص، لكن الأصح أن تقول حديث الأعمى دعاء. واللي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: حديث الأعمى لا يمكن تطبيقه بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة. لماذا؟ لأنه في شيء ناقص، في شيء ناقص، والناقص شنو؟ قال: اللهم شفعني فيه وشفعه فيا. دي قولوا لنا صوفية جيبوها من وين؟ بس خلونا من حديث الأعمى ده نطبقه كله ولا جزء منه؟ ده شغالين به جزء منه، جزء. وانت لو بتشتغل بجزء هتحرف احكام الاسلام كلها. لو الان انا بجيب ايه بشتغل بجزء منها: ولا تغربوا الصلاه، القاك تصلي بديك قنايه، يقول لك قال تعالى: ولا تغربوا الصلاه، زي ما ذاك قال: فان الله لم يقل ويل للاولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. هذا ما جزء، لكن الحكم ما بيتم بالجزء، انما بالايه كامله أو بالمعنى الكامل: ولا تغربوا الصلاة وأنتم سكارى. نفس المعنى نقول لهم حديث الأعمى ده أنتوا شايلين جزء ولا شنو؟ باقي المادة ما شايلينها؟ كله يعني، خليه كله بشروطه كلها. ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب إلى الميضأ وتوضأ، صلي ركعتين وقول اللهم يا محمد إلى آخر. أيوة تم كله، بس تميت وأنا معك. لكن دار تقول لي اذهب إلى الميضة، ها مشيت الميضة وصلي ركعتين وصليت ودعيت بالدعاء، دعاء لحد وين؟ قول لك يا محمد وسكتوا على كده. يا محمد بعدها في شنو؟ تم الكلام كله، تم الحادي: اللهم شفعني فيه وشفعه فيها. تميته خلاص، نقول لك بس ورينا دي معناها شنو. شفعني انا فيه،
يعني أقبل شنو؟ دعائي فيه. كيف يعني دعائي فيه؟ وانت جاي للنبي يدعو ليك ولا جاي للنبي تدعو له انت؟ يعني يا الله اقبل دعائي، انه دعاء النبي يستجاب، ده المعنى كده. لانه الاعمى ما جاي يدعو للرسول عشان يقول ها شفعني فيه. هل النبي قال للاعمى ادعو لي؟ طلب من الاعمى يدعو له؟ ودعا له الاعمى للنبي صلى الله عليه وسلم بشنو؟ وطلب منه شنو؟ عشان تعرف اللخبطة. شفعني فيه يعني أقبل شنو؟ دعاه لي. ويجي هسه واحد يقول لك لا النبي ما دعا له، طيب شفعني فيه دي معناها شنو؟ معناها الأعمى دعا للرسول والرسول ما دعا للأعمى. يا إخواننا معقول هسه إحنا في البشر العاديين، في البشر العاديين ديل، أنا أجيك أقول لك أدعو لي في النهاية تطلع النتيجة انه انا ادعيت لك بس بالمنطق ده؟ انا داير زول يكون عنده دماغ يفكر. ما ممكن اعمى جاي من بيته للنبي عليه الصلاة والسلام عشان النبي يدعو له تطلع النتيجة في النهاية انه الاعمى دعا للرسول والرسول ما دعا له، دي وين دي؟ ودي كيف دي؟ طيب ما يدل على جهلهم وعلى حماقتهم. واقول اقول لك حاجة، قول الأعمى ده جاء للنبي وما قال لا أدعو لي ذاته، كويس؟ ما قال لا أدعو لي، أها، قال لي أعمى شنو؟ بس جاء وساي وقف، بس وقف قدامه كده، ما قال له لا حاجة. النبي قال له امشي الميضة، بس قال له أنا أعمى، بس يا رسول الله أنا أعمى، أسوي شنو؟ أمشي الميضة، أتوضأ، صلي ركعتين، ادعو بالدعاء ده بتبقى كويس. طيب النبي قال لا ادعو منو؟ ادعو الله، صح؟ وهسه بيجي الصوفي فتحت خشمه، ها؟ دارك انت تدعو الكباشي يا زول. الاعمى جاء للنبي قال له شنو؟ والنبي علمه شنو؟ صلى الله عليه وسلم علمه انه يدعو الله، صح؟ اذا حديث الاعمى ده ما عنده كفو اي شيء ولا اي حاجه ما عندهم فيه. وشوف الصوفية ديل كان خيط الحديثين ديل، حديث الأعمى وتوسل عمر بالعباس، الاثنين ديل تاني ما عندهم ولا حاجة صحيحة، الباقي ده كله خمه بكوريك ودي برا هناك، ولا شيء صحيح تاني ما في. جيب لي تاني شوفها صحيحة، الباقي ده بكوريك ودي بعيد، ما عنده علاقة، ما في سند بيوصله للنبي صلى الله عليه وسلم. سند شفته يقطعوا البحر ده ما عنده كله. إذا انفلتت دابة أحدكم، انفلتت ولا ما انفلتت؟ سند يقطع البحر ده ما في، ما في، فهمت؟ كل حادث ملفقة. بعدين يا إخواننا على الله شوف بلادة النازل، شوف البلادة، حديث ضعيف، حديث ضعيف، كويس؟ يعرضوا به قريب 36 آية من القرآن محكمة، آية محكمة ونص صريح، 36 آية يعرضون لك بحديث ضعيف. واحد يجي يقول لك حنكو وجايبينه لك في التلفزيون لابس لهم لايتين وثلاثة دلاقين في مخه، فهمت؟ ويجي يقول لك وعندنا وحديث إذا انفلت الدابة أحدكم، يا ناس انفلت الدابة قل يا عباد الله احبسوا ويعمل لك جوطة. يا ناس يا مسلمين، حديث ضعيف، حديث ضعيف، نخلي به الآيات أبدا من سورة البقرة. ولا ما في اظن لا تكاد ثلاثة صور ورا بعض في القرآن ورا بعض ما تلقى فينا النهي عن دعاء غير الله، والله لا تكاد تجد. ها؟ معقول يا ناس؟ الشيء ده بيجي كده؟ بحديث ضعيف؟ ونحن في أحاديث صحيحة لما نجيب عليكم بتغلطونا فيها، حديث صحيحة ما ضعيفة ذاته وموافقة للقرآن. على كل حال دي لخبطة صايدة. أيوة في سؤال يا اخواننا ولا خلاص؟ دي ورقة. شيخ نبيل كيف حالك؟ الحمد لله.
تاني ما فلقوك يا محلة. كل يوم بنتابع فريق نبيل ده. الفرقة الجديدة وين؟ آخر واحدة بتاعت الجزيرة. الله المستعان. قالت امرأة مادحة لصديقها: أنت ما زي الناس العادين، أنت ما مخلوق من طين، يا من جعلتني بهواك دين. ما حكم هذا الكلام؟ بالله ما مخلوق من طين ده وينه؟ بس ما يكون سوداني. بتلعب على نفسها ولا شنو؟ ها؟ دي بتحب عيسى ابن مريم ولا شنو؟ ربنا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وبرضه قال خلقه من طين. خلقكم من تراب. تكون شطحة زي ما قلت. دي شطحت بس. الكلام ده كلام باطل، ما مخلوق من طين كيف؟ الإنسان في النهاية يرجع إلى آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وآدم من تراب. وآدم من تراب. كويس؟ فقالت: أنت ما زي العاديين، أنت ما مخلوق من طين. قالت: يا من جعلتني بهواك دين. والله طبعا يا اخواننا دائما العشق الزي ده بيوصل الناس لمراحل زي دي وابعد منها. بيوصل الناس لمراحل ابعد من ذلك، وديل استهواهم الشيطان ولعب بهم. ولذلك قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. فيبقى يا أخواننا دي من اتباع خطوات الشيطان ومن الهوى والفساد. والآن فتح للناس في وسائل الإعلام، وسائل التواصل، بقت العلاقات بين الشباب علاقات مفتوحة، وخلاص الشيطان يستهويهم شيئا فشيئا لحد ما يدخلوا في مسائل عقدية. يعني المسألة في الأولى بتبقى حبيتني وحبيتك وعيوناتك وعامل كيف، وبالليل أنا ما بنوم، وأنا لما أشوفك برجف، وحركات زي دي بدايتها. في النهاية تصل لأنه العشق ده يصير عبادة، وده إشكال كبير جدا. فده يا أخواننا من المحرمات، زول ما يسترسل. وحتى الإنسان أحيانا يدخل عليه الشيطان بأبواب الخير، يعني يقول لك: يا أخي أنت زول داعية، وأنت زول مرشد ومعلم، ولا بد تفتح أبوابك للناس وتستقبل الرسائل وتجيب على الأسئلة وتعين المسترشدين. افتح لك باب زي ده يعني عشان يورطك في النهاية. كويس؟ ويدخل عليك النساء بالأسئلة والفتاوى، وعشان يقول لك: من باب الدعوة لابد تعمل صداقات على الفيس، ومن باب الدعوة لابد تعمل لك جروب في الواتساب ودخل فيه البنات وشوية شوية. فلذلك العلماء قالوا: لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلاني. شوية شوية تقول لك: الشيخ ده كمان صادق ما بكذب، حب الشيوخ ما زي حب غيرهم، وانت يا الما عادي، وانت يا ما تعرف شنو، وانت بتصدق انه المسألة دي في النهاية بتاعت حب لي شيخ. وفي النهاية الشيخ والما شيخ مع النسوان دي الواحد كلهم. في النهاية انت حتسرقك حتسربك دينك شيئا فشيئا. فزول يبعد نفسه يا اخواننا، يبعد نفسه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل زكاة النفس في البعد، زكاة القلب في البعد. قال: غضوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. شوف أحيانا أنت تحب ترضي رغبتك النفسية بنظرة، بتحب ترضي نفسك أحيانا بنظرة نظرتين، تقول: بس كده نقنع من الموضوع ده، بس نعاين لي عين واحدة عشان تاني ما عاين. تقول كده إنك فيلم بواحدة بس نظرة كده، وقفل عيني تاني ما بعاين. النظرة دي بتعمل لك مشكلة في قلبك وما بترتاح، اصلا ما حترتاح الا توقف. فدائما الراحه في انك تقيف، مش الراحه انك تعاين.
وتسترسل، ذلك أزكى لهم. الزكاة زكاة النفس في أنك أنت تبعد، وبقت مشكلة ذاته والله كونك تبعد كيف دي، لا مشكلة. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.